مراسل قناة حلب اليوم يؤكد أن التوترات بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الروسية لا تزال قائمة في محيط مطار حلب الدولي منذ الاشتباكات بينهما يوم الخميس الفائت. شبكة دير الزور 24 الإخبارية تقول أن ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام أعدمت ذبحا بالسكاكين عائلة مكونة من 3 رجال وامرأة يعملون في رعي الأغنام في بادية الميادين شرق دير الزور. مقتل 20 عنصرا من قوات النظام وجرح آخرين إثر هجوم نفذه عناصر من هيئة تحرير الشام على نقاط ومواقع للنظام في منطقة سوق الجبس غرب مدينة حلب. شبكة فرات بوست الإعلامية تقول إن الشاب جمعة عواد الأحمد من بلدة سويدان جزيرة شرق دير الزور قتل تحت التعذيب في سجون ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية. مصادر موالية تعلن مقتل 5 عناصر من قوات النظام بكمين في قرية السرايا بجبل التركمان في ريف اللاذقية. الجيش التركي يسير دورية جديدة من نقطة المراقبة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي إلى نقطة المراقبة في مدينة مورك بريف حما الشمالي.